أصدقاء وصديقات في كل مكان، وصلنا معكم لفقرتنا الأسبوعية ومضة سياحية. مصر فيها حملة الترويج والتوعية بعناصر ومقومات السياحة بمصر في إطار شعار الأمم المتحدة السياحة قاطرة التنمية وأحد آليات التنمية المستدامة. أصدقائي، بعنوان ومضة سياحية، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الخبير الدولي في مجال السياحة الأستاذ أبو الحجاج العماري. أستاذ أبو الحجاج، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك، صباح الخير على جميع مستمعي العاشرة صباحا إذاعة جنوب الصعيد، صباح الخير مستر محمد وعلى جميع فريق العمل. صباح الخير فندم. ويمكن في خبر يهم جدا قطاع السياحة المصرية، وهو تدشين درب البحر الأحمر كواحد من أنماط السياحة الجديدة، سياحة المغامرات. هذا الخبر اللي اهتمت به وسائل الإعلام العالمية، خاصة تايمز اللي أفردته ضمن أهم أخبارها باعتبار درب البحر الأحمر يعني يحتل أفضل 100 وجهة سياحية بعد تدشينه من الحكومة المصرية بحوالي شهرين فقط. نحب نتعرف من حضرتك عن تفاصيل هذا الخبر، وأيضا تفاصيل درب البحر الأحمر كواحد من أنماط السياحة الجديدة وهي سياحة المغامرات. ودايم اختارت درب البحر الأحمر ضمن أعظم الأماكن في العالم لعام 2019. درب البحر الأحمر لتجربة فريدة من نوعها، وهي يندرج تحت سياحة المغامرات. وإحنا سياحة المغامرات في مصر موجودة، وخصوصا في البحر الأحمر والصحراء الغربية، وده نمط من السياحة وذي عشاقه، وبتكون سياحة تكميلية أو تندرج تحت سياحة المغامرات، السفاري وتسلق الجبال والهايكينج المشي، وهو اللي بالنسبة لدرب البحر الأحمر. درب البحر الأحمر يعتبر من الأماكن الفريدة في مصر، ويعتبر ان تاني درب بعد درب اسس 2015 في محافظه سيناء. التايم يعني للمره الثانيه تعمل اختيار لاعظم الاماكن في العالم والوجهات السياحيه ان السياح يزوروها. ومش بس التايم اتكلمت عن درب البحر الاحمر، لكن في سي ان ان عملت عليه فيلم وعرضته في فتره في فقره السياحه حوالي من اسبوعين. فكل وسائل الإعلام اتكلمت لأن نمط سياحة المغامرات ده مهم، ومصر تزخر بهذا المعالم سواء في سيناء أو في البحر الأحمر، الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية، وهي تسلق الجبال، السفاري، الهايكينج، المشي. لو اتكلمنا عن درب البحر الأحمر أو درب جبال البحر الأحمر، قبل ما نتكلم استاذ الحجاج عن درب البحر الاحمر، خلينا برضو يعني نفرد مساحه اكتر لفكره سياحه المغامرات. لماذا لم تحتل سياحه المغامرات في مصر المكانه التي تستحقها، يعني مقارنه بالسياحه الثقافيه او السياحه الترفيهيه؟ الترويج، يعني هو الترويج كان مهم. سياحه السفاري موجودة، ولكن المشاكل الأمنية في الشرق الأوسط كانت في الفترة الأخيرة هي اللي منعت هذا الموضوع. إحنا كنا نشوف رالي الفراعنة ده من ضمن سياحة المغامرات. رالي الفراعنة دي كان يتعامل من بداية من الهرم وينتهي في قلب أفريقيا، ده من ضمن سياحة المغامرات. فكانت هذه الفترة اللي عدت فترة صعبة شوية، بس النهاردة إحنا يعني رجعت الأمور تمام والحمد لله، الدنيا أمن وأمان. ف لازم احنا نبدا ناخذ هذه الانواع او الانماط من السياحه ونسوقها معانا. محتاجين شركات متخصصه في هذا الشان استاذ ابو الحجاج؟ لا، محتاجين دعايه. نفرض دعايه بطريقه فريد من نوعها. يعني النهارده درب جبال البحر الاحمر تكلمت عنه التايم والسي ان ان، لازم احنا نستغل الاستغلال الامثل لهذا الموضوع. انت دلوقتي حصل في دعايه غير عاديه لهذا المكان، هي فرصة، لازم فرصة كبيرة ان نبدأ نشوف ايه التسهيلات وازاي هنعمل البرامج وايه اللي راح نبني عليه، بحيث ايه نبدأ ننشط هذا النوع من السياحة. وهيكون على غرار درب البحر الاحمر في كتير اماكن تانية في مصر
يعني لو ذكرناها راح تاخد وقت طويل. فاساسا مصر مليانه بكنوز الطبيعه وده اللي مطلوبه على الارض، يعني ايه ممكن الناس تيجي وتستمتع بها. فهذا النمط من سياحه المغامرات هو كان موجود ثم اتى مره اخرى والان يسلط عليه الضوء بقوه، فلازم نستغل هذا الضجه الاعلاميه اللي في صالح السياحه المصريه. نعم. نروح نتكلم بقى عن تفاصيل ضرب البحر الأحمر، يعني إيه المميزات اللي تميز هذا الضرب وتفاصيل الأنشطة التي يمكن أن يمارسها السائح من مغامرات داخل هذا الطريق أو هذا الضرب؟ هو ضرب البحر الأحمر عبارة عن شبكة من الطرق القديمة وكان استخدامها الدادو في التجارة والسفر والصيد، وكذلك إن هو ليه أهمية في أماكن أثرية رومانية، أبراج وبعض الآثار الرومانية. هذا الضرب تشرف عليه قبيلة المعازة البدوية، وهي القبيلة دي عندها تشجيع إن بتظهر العادات والتقاليد المصرية البدوية الأصيلة. وأسس هذا الضرب بمساعدة المغامر المصري عمرو السمرة والمغامر البريطاني غلوفر، وهم اللي أسسوا الضرب مع قبيلة المعازة. وهو طوله 170 كيلو متر، يمتد من الغردقة وداخل جبال البحر الأحمر يخترقها ويمر بعدة جبال، يعني يعتبر إن مكان فريد من نوعه للباحثين عن المغامرة، عن سياحة المغامرة. ليه؟ لأن بيمشوا 10 أيام، في حدود 10 أيام، ال 170 كيلو بتتمشي في 10 أيام ويرافقوهم الناس البدو أو من قبيلة المعازة، وبيقدموا لهم كل الخدمات اللي هم محتاجينها، وبيشوفوا طبعًا الحياة السرية اللي موجودة في داخل جبال البحر الأحمر والطبيعة الخلابة. وبيمر بعدة جبال، في شايب البنات وجبل ام دخان وجبل ام مناف، يعني دي جبال كلها مشهوره في البحر الاحمر وكانت قديما تستخدم كمناجم. الهدف بتاع الضرب وهو مشروع سياحي طبعا في المقام الاول مجتمعي، وبيهدف الى الحفاظ على البيئه وتنميه المجتمعات المحليه وهي السياحه المستدامه. يا استاذ محمد، يعني ايه؟ بيدي فرصه للناس البدو ان يكون ليهم دخل ودخل مستمر من خلال السياحه ومن خلال هذا النمط سياحه المغامرات في جبال البحر الاحمر. يعني كمان الهدف هو الارتقاء وتطوير وتنميه المجتمع المحلي لهذا المكان. طبعا، ويخلق فرص عمل ليهم طبعا والسكان البدو، بحيث ان يزوروا عاداتهم وتقاليدهم، وده خير سفير لمصر. نقول احنا بلد ذو تنوع حضاري وثقافي وذو عادات وتقاليد فريد من نوعها ومحافظين عليها من قديم الزمن. الضرب يعتبر فرصه كبيره لمنطقه البحر الاحمر ودعايه كبيره لصحراء مصر الجميله التي تسكن الطبيعه والثروات الهائله، سواء ان كانت طبيعيه سواء ان كانت في القبائل البدويه الموجوده بعاداتهم وتقاليدهم، وخصوصا جبال البحر الاحمر، لان بتعتبر منطقه استكشافيه. سياحه المغامرات دي فيها جزء استكشافي كبير، ان هو بيشوف الطبيعه المصريه. يعني ما يجي واحد فاكر ان مصر كلها صحراء وما فيهاش ميه، ما بيمشي في ضرب جبال البحر الاحمر فيها في اجزاء خضراء وفي اجزاء فيها ميه وفي اجزاء جايه مطر من قمم الجبال، فبيفاجئ بان في تنوع طبيعي غير عادي، مش هي صحراء يعني جرداء لا فيها زرع وماء، لا فيها حياه، راح يلقى فيها بدو وفيها مجتمعات وفيها حياه متناغمه بعادات وتقاليد في قمة الحضارة والضيافة وحسن الاستقباس. إلى هذا الحد يصل يعني هذا التنوع الطبيعي في هذا المكان، حتى أنه طريق تاريخي يا أستاذ أبو الحجاج. طريق تاريخي في أبراج رومانية وبعض الآثار الرومانية في طول هذا الطريق، لأن كل الظروف دي استخدمت قديما. احنا عندنا في ضرب الدهب
او طريق الدهب من القصير لحد افق. في طرق تانية، طريق صحراء وادي ايلات مستمر من افو لميناء ايلات، كلها اماكن مهمه، واجدادنا الفراعنه كانوا يستخدموا هذه المنطقه في استخراج الذهب والمعادن النفيسه لاستخدامها واستخراج الاملاح اللي استخدموها في التحنيط وفي العلوم الخاصه بهم. الصحراء الشرقيه والبحر الاحمر من دون اغنى المناطق في مصر من كل خيرات الطبيعه اللي بيحتويها، سواء في البحر الاحمر وشعابه الجميله او جباله وما تحويه. يعني بلدنا عظيمه وتملك مقومات كبيره، وان شاء الله يعني ده كله هيكون دفعه قويه للاقتصاد القومي في العاجل القريب باذن الله. يمكن كمان يعني في رد فعل لما نشر في وسائل الإعلام والفيلم القصير اللي أذيع في السي إن إن حول هذا الخبر، وظهر فيه المغامر البريطاني هوفلر في تغريدة بيشكر فيها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة المصري على يعني رؤيتها المستقبلية والدعم اللي بتمنحه وزيرة السياحة حاليا لسياحة المغامرة. مهم جدا ان واحد زي ده مغامر دولي مشهور ومعروف انه يتكلم عن اهتمام الحكومة المصرية بسياحة المغامرة في هذا التوقيت. استاذ الحجاج مهم جدا يا فندم، مهم واضافة كبيرة، دي دعاية لو انت خططت ان تحدثها بطريقة مقصودة يعني وعايز تعمل بيها دعاية راح تكلف الدولة كتير. دي حاجة موجودة، واحنا مصر بالاماكن بتاعتها بتسوق نفسيها، بس يكون في ان ندي للناس فرصة وندي الشباب فرصة زي المغامر عمرو السمرة والناس المرشدين يدوا للناس الفكرة على ما تحويه مصر من كنوز وما تحويه المدن السياحية من إضافات للسياحة النمطية زي السياحة الشاطئية أو الثقافية اللي بتخلي في يعني قيمة مضافة لصناعة السياحة في بلدنا. نعم، أستاذ أبو الحجاج العماري الخبير الدولي في مجال السياحة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دوما في موضوعات تهم هذا القطاع والأخبار المهمة المحلية والدولية التي تعبر عن آمال وطموحات قطاع السياحة في مصر، وكما نقول دوما أنه السياحة هي قاطرة التنمية، وده شعار بترفعه الأمم المتحدة، ونحن نؤكد على هذا الشعار من خلال لقاءاتنا مع الخبراء والمهتمين، وحضرتك في مقدمة هؤلاء الخبراء والمهتمين والعاملين في قطاع السياحة. شكرا جزيلا لحضرتك معنا ودوما معنا في ومضة سياحية وبرنامج العشرة صباحا تضيف كل ما هو جديد ومفيد. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم.